عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. انا الشيف روز للطبخ والحلويات، اتمنى لكم نهار مبروك وتكونوا كلكم بصحه جيده. ونرحبوا بالاخوه والاخوات جدد اللي التحقوا بالقناه. اليوم باذن الله جبت لكم تقسيم تاع 2 ملايين لهذا الاخت اللي طلبت مني هذا التقسيم. قالت لك انا درت كل التقسيمات، وكما كتشوفوا في الكومونتير تاعها قالت لك انا درت كل التقسيمات وما نجحتش فيها. قالت لك ديري لي تقسيم تاع 2 ملايين. قالت لك انا عندي بنتي في الثانويه، ادير الدعم ب 500 الف. المشكله هذه كاع راه الدعم هو اللي يدي للناس الدراهم بزاف، بصح الله غالب يعني الناس باش تقري وليداتها ودي لهم مستقبل، يعني لازم التضحيات يعني من بكري الاولياء يضحوا الوليد يضحوا من اجل وليداتهم يعني فتره وتروح. اليوم وجاوبتها واحده شي اختها يعني كما تشوفوا الكومونتير تاعها، قالت ليها باللي درت التقسيم هذا اللي يعني التقسيم اللي درته لها انايا تاع 2 ملايين، وقالت لها الحمد لله نجحني التقسيم. يعني كما كتشوف الكومونتير تاعها قالت لي من المواد يعني كمل الشهر ومازال بقيت لي من المواد الغذائيه ومواد التنظيف، رغم انها عندها ثلاث ابناء وعندها ليكوش، يعني زادت ليكوش، يعني تقسيم يعني ساعدها. اليوم هذا الوقت راح نقسم لها ثاني يعني باذن الله، وان شاء الله تخرجي يعني غير هكا يعني فرحانه كما يقولوا. شوفي شادي يعني انت المشكله من عندك يعني لاصون قليله وعندك الطفلة دير الدعم، بصح معليش اختي قالك لي بال يعني وليداتنا باش ينجحوا لازم الناس تضحي، وليداتنا ثاني يتفهموا يعني الوضع. هنا يا ديري ديك 2 ملايين تاعك، 2 ملايين هاهي، وهنا ديري 2 ملايين هنا قدامك، ديري لها كيما هكا كي راكي تكوني وحدك، ديري ديري 600 الف مواد غذائية. انت ما قلتيليش عدد افراد العائلة، بصح انا نديرك تقسيم يعني على العموم، يعني على حسب ما كاع الطلبات راهم يجوني. ديري 600 الف تاع مواد غذائية. المواد الغذائية نصيحة كيما وريتكم، دائما شرو غير اللي تاكلوها، الخارج ما تاكلي ما تشريش، خدمي كل صوالحك في دارك. هذه 600 الف شري بيها شكارة فارينة، هي اللي راح تنقص عليك يعني المصاريف. فارينة راه دير 60 الف. كاين واحد شي اخت قالت لي دير 75، بصح انا هذه النوعية اللي نخدم بها كلشي راهي دير 60 الف. يعني ديجا راني موريتهاكم في الفيديوهات، الاخت اللي تبغي تعرف النوعية ترجع للفيديوهات تلقى النوعية تاع الفارينة. يعني احنا في الجزائر عندنا نفس لي مارك تاع 25 كيلو. نصيحة شري 25 كيلو تخدمي بها كاع واش تبغي. ديري 100 الف بيت خزين، لازم دائما ديري بيت خزين باسكو هو اللي راح يساعدك على ما جاي، يساعدك باش المواد الغذائية هذه 600 الف ما توليش تشري منها بزاف. كي تكثري تشري 200 الف ولا وتبقى لك 400، يا توفريها يا ديريها مستلزمات أخرى. هنايا ديري 300 الف تاع خضرة، مع يعني راه جاي البرد شوية ما يطلبش يعني الأكل تاعنا ما يطلبش خضرة بزاف. 300 الف ديري كل هاكا قسميها كل أسبوع ديري 75 الف، وروحي وحدك شري يعني غير قيمة تاع الأسبوع. كيما شتوني أنا نشري نضرب طله في الثلاجه نتاعي، اذا اللي عندي ما نشريهش واللي ما عنديش نشريه ونشري ثاني غير واش ناكل واش ناكلو برك. الخضر اللي ما ياكلهاش وليداتنا علاش نجيبوها؟ ما نجيبوهاش، نجيبوها لهم حاجه واحده اخرى ياكلوها احسن، يا يورت ولا اي حاجه نجيبوها لهم ولا نزيدوها اي حاجه. المهم وجيبي ثاني مثلا جيبي طله طله طل ولا الحوايج اللي تاكلي منها بزاف زيدي منها، يعني باش الدراهم تقدر تكفيك. الدراهم كون ما تمشيها هي اللي حط يعني تمشي كون تودري. ديري هنايا ديري 100 الف تاع الدجاج، لا غالب يعني العيشه راهي غاليه والدنيا ثاني تحفظ على روحها. ديرو التقطيع كيما انا يعني نمشي دائما بالتقطيع، 100 الف دجاج ديري التقطيع. كاع الناس غيتبنى في النهار وفي الليل نديرو حوايج، يعني ديجا انا قدمت لكم يعني وصفات في القناه نتاعي ما فيها لا دجاج لا والو، وتجي بنينه مرقه ما خصها والو، يعني الحمد لله الدنيا. ديري هنايا ما نديرلكش الخبز باسكو علاه الخبز، انتي راه عندك الدعم والدعم دايلك اغلبيه الدراهم دايها شي قلت لك شري الفارينه باش تعجني. يعني ركزوا بزاف الاخوات تقول لك نسيتي دي ونسيتي دي، وهي تشوف لي غير زوج دقائق من الفيديو وتقعد تفتي. تبعي الفيديو كامل باش تقدري تفهمي، يعني لا تحوسي على التقسيم وترتاحي، ديري يعني تبعي الفيديو، الفيديو لازم يكمل. كي تكملي الفيديو تقدري تعرفي تعرفي الدراهم نتاعك كيفاش تمشيها، ما تشوفيش زوج دقائق الا ولاو تقولي ديك وين مشات وديك مجات، كل واحد وظروفها. هذا هي باسكو علاه راهي العيشه غاليه والدراهم راهي ما دير والو. قلت لك شري شكاره تاع فارينه وعجني يعني تساعدك احسن، ما نديرلكش انا الدجاج. ديري هنايا ديري 30 الف تاع حليب، يعني كي تشري حليب شكاير
يا اختي واستعملي ولا استعملي لاتاي ولا ولا استعملي الحليب والشيكولا ولا المهم استعملي 30000. انا كيما انا عندي 30000 في الشهر تاع حليب راه يدير 2500 يعني الناس فوت به يعني من كبرنا به ومن بكري يعني الحليب تاع الشكاير احنا نستعملوه يعني كاع الجزائريين يستعملوا حليب تاع الشكاير حتى بعض الدول العربيه راه حتى عندهم من يكونوا سيدات يتقدموا وصفات كيما هكا دائما عندهم شكاير تاع الحليب تاع الشكاير يعني ماشي غير عندنا حنايا يعني عندكم تبعوا في القنوات تشوفوا ثاني كل الدول العربيه اغلبيه ثاني عندهم حليب الشكاير وعندهم الممتاز المترفح يجري الممتاز واللي يعني الزوال اللي غالب عليه يشري على حسابه. هاي من 30000 ديري 30000 تاع بيض لا غالب عليك يعني الدراهم راهي صعبه وانت قلت لك عندك الدعم هو اللي راه دايلك اغلبيه الدراهم. هاي وينه كيما كتشوفي هنايا ها وين هادو عندك 300000 وال100 تاع دجاجها عندك 400 يعني هذه 300 شهريا كل اسبوع قلت لك صرفي 75000 تاع خضره شبي غير واش تاكلوا نتوما علاش تمشوا تجيبوا الخضره تعاندوا في الناس وتقوي من الخضره لا السوق ماشي راح يامن ولا السوق يبلع ولا راه الاسواق ولا والمحلات تبيع الخضره في كل الاوقات روحي في الليل تشري كل واحد يشري على حسابه باسكو الدراهم راهي صعبه كما قلت لكم واللي ما تصحفطش على درهمها والله انت طلبي والطلبه وما كاش من يعطيك الحانوت كيعرفك ما عندكش باش تخلصي ما يكرديلكش يعني نصيحه للاخوات. هاي وانا عندك 300000 تاع الخضره عندك 100000 تاع الدجاج ها 400 وعندك 60000 تاع هنايا عندك 60000 بين الحليب وبين البيض هنا تجيك 460000 يعني هاي وينا يعني الاخوات كل وحده تمشي على حسابها وعلى حساب الراتب تاعها ولا على حساب المدخول تاعها نصيحه لله يعني كل اخواتي يمشوا كيما هكا نصيحه لله. زيدي ثاني شاندي لك هاي وينا هنا عندك 700000 هاي وينا 700000 بين المواد الغذائيه فيها الفرينه وبين كاين وحده قالت لك لحظه انت جا جلبك على لحظه يعني كل واحدة ما تقعدوش تريو على خياتكم كاينه مسكينه عندها مدخول زوج ملايين تحي تقولي لها شري انت لحظه تاع 70000 يعني طلب 70000 الناس ما تقعدش تفتي على بعضها فتوى يعني كل واحد وقالك يحس بخوف سورتو في ذي الوقت اللي عندها مدخول كبير صح على شط لحظه ولا كونت يجي عليها واللي مسكينه يعني المدخول تاعها قليل وعندها ديجا المصاريف هيا روحي انت قولي لها شري لحظه وقعدوا تفتوا. هاي وانا 700000 وعندك 450 ها جمعيهم 700000 بين المواد الغذائيه وبيت الخزين على قلت لك ديري غير 100000 راني دايرت لكم في القناه بيت الخزين 100000 واش يجيب كل مره لمي 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 النهار اللي تلمي راكي هادي تولي ما تشريهاش كاع 600000 تولي تشريها كي تكثري تشري 200000 يعني نصيحه للاخوات كل وحده تحفظ على روحها باسكو العيشه راهي غاليه. هاي وين عندك 1,160,000 ها راكي تشوفي فيها ديري ورقه وستيلو قالت لك انا كل تقسيمه درتهم وما نجحتش تبعي الطريقه نتاعي باذن الله باذن الله تنجحي باسكو ديجا الاخت هذه اللي كتشتي كومونتير تاعها قالت لك انا دارت لي تقسيم تاع زوج ملايين قالت لك وحمدت ربي وراه يبقى لي ما خصني والو حتى رغم ان عندها لي كوش وعندها ثلاث ابناء صغار. هاي وينا عندك 1,160,000 ديري 100000 تاع الفواتير كل شهر قلعي 100000 كل شهر قلعي 100000 تولي عندك 300000 نهار اللي تبغي تخلصي شهر اللي ما خلصوش شهر تخلصي يولي عندك 300000 هاي وانا قاعد تخلصي 200000 ولا 250 يبقى لك ديك الصرف دائما هذاك الصرف ماشي تحي تاكليه هذاك خبيه ثاني يعني اونسي جامي تسحقي ولا ما تحصيش ولا تعطي لبنتك باش تنقل ولا انت تعرفي المهم دبري راسك ديري هنايا ديري 200000 تاع انترنت باسكو الطفله كي تخرج برا لازم يكون عندها باش تهدر يعني نصيحه لاخوات ديروا لبناتكم لاوين باسكو لاوين الطفله كي تخرج تروح تقرا الدعم باش تجي روطار ولا يعني تدخولك من الاحسن ديري لها باش تتصل بيك ولا انت تتصلي بها. هاي وينا عندك هنايا عندك 1,460,000 ها بالمصاريف هذو بالانترنت وكل الفواتير عندك 1,460,000 ركزي معايا. هاي وينا انت تبعي غير مدخولك ما تحوسيش على اللي يفتو عليك الشيء الاخت راه وراتك قلت لك انا زوج ملايين وراني حمدت ربي بالتقسيم هذا. هاي وينا وكيبقوا لكم المواد الغذائيه ماشي تروحي تقولي لا بقاولي نكمل بهم حتى خاطر نشري لا هذوك اللي يبقوا لك ديرهم في بيت الخزين هما اللي تزيدي تساعدي بهم بيت الخزين باش خاطر يتلم لك هادو الاخوه يديروا كما كانوا مواتنا بكري يديروا كان الراجل يعني مدخول تاعها غير قليل وكانت السيده يعني تعرف كي تدبر الزوج كاع ما يطيحش اون بان ولا يروح يكردي ولا يروح يتسلم.
هاي وين كل المصاريف نتاعك؟ عندك مليون و400 مليون و460 الف، زيدي 500 تفتع بنتك. يعني المهم بنتك تنجح يجي نهار، ويعني هاد الصوالح كاع تبقى غير تذكار، تبقى لك ديك 500 الف تولي تقضي بها صوالح. هاي وين يولي عندك مليون و960 الف، تبقى لك 40 الف. اياها 40 الف انت دبري راسك، ها 40 الف يعني لا غالب، يعني العيشه وسط الناس لدرجه انها تمشي كيما هكا. هذا هو التقسيم تاع حبيبتي كيما كتشوفي فيه هنايا. هاي وين ديري التقسيم هذا ان شاء الله باذن الله، هذا التقسيم هو اللي راح ينجحك وهو اللي راح تسلكي روحك به. شوفي يجي نهار تاع الكسوه ويجي نهار يا حسراه، الدنيا طويله وتعي كل واحد. انا المهم بنتك تقرا وتنجح، المهم راكم تاكلوا مليح وما خصكم والو، ما فيكم لا دين لا والو، تخلصوا لي فاكتير يعني ماكم محتاجين لا والو. ومن اللبسه عليه، اللبسه عندك بدعيه تغسليها في الليل والصباح تلبسيها ويبان وجهك مريح، ما يسالك واحد، ما يتبعك واحد، ما فيك ديون ما والو، وبنتك تقرا وتكون لاباس عليها الدنيا وما فيها. ومن اللبسه كاع الدنيا تلم ليها، ما كاينش اللي يشري اللبسه كل يوم. ما تبعيليش انت ديك القنوات اللي توري البدعيات وتوري هذوك، اصلا ما يجيبوهم عند المحلات، يجيبوهم عند المحلات باش تدير لها الاشارات، يعطيها بدعيه ولا زوج يقول هذه لي للاشارات. انا على ما باش ندير في قناتي الاشارات، باسكو الاشارات يضلوا الناس، والتضليل كاع ماهوش مليح، والله ما هو مليح. الناس تمشي كل واحد يمشي على حسابه. هاي وين حبيبتي كاع زوج ملايين، بقات لك 40 الف، هي نورمالمون تبقى لك 540، بصح انت الله غالب راكي دايره لبنتك الدعم. فضلي الدعم احسن، المهم تاكلوا مليح تشربوا ما خاصكم والو، خلصي لي فاكتور كيما قلت لك، عندك الانترنت ما خاصك والو. ماشي تو عندي بيت الخزين، ركزي دائما على بيت الخزين والمصروف اللي يبقى لك، هذاك المواد الغذائيه والتنظيف اللي يبقوا لك. هذه السميه كي تشري من هذا الشامبوان وتشري منها صابون وتشري، عارفك راكي عارفه كي تمشيها. انا كي نمشي الدورو نمشي على الورقه والسيلو، ما يقوليش عمرك رايحه. ها وين تولي هذا بيت الخزين، والمواد اللي يبقوا لك من الشهر زيديهم هنا ثاني في بيت الخزين. دائما ديري كل شهر كيما هكا، وتشوفي بزاف الاخواتك مشتهم لي كومونتير اللي كانت محتاجه حاجه شرتها واللي في يدين بدات تخلص فيه. يعني الناس حمد ربي اللي عينه في خلص صوالحه ويرتاح لازم يمشي بورقه وتسيل، وهذا العصر اللي وصلنا ليه. هذه هي الاخت، هاي وينه ديري التقسيم هذا وان شاء الله باذن الله راه ينجحك. باسكو على انا عارف ود الناس من يكون محتاجه، يعني قالك في النهار ما دلو في الليل الانسان يبات راسه يدور. على قلت لك المهم تكوني مرتاحه، كي تاكلي تشربي مليح، ترقدي انت وبنيتك ولا العائله نتاعك، وما فيكم لا ديون لا والو، قسم بالله تعيشي مرتاحه. ودائما الدراهم اللي تبقى لك من الفواتير مثلا 300 الف، تخلصي غير 200 الف، 100 الف ما تحبش تاكليها، 100 الف روحي دسيها، تسيها اون سي جامي دسيها. كاين واحده شي الوقت ثما قالت لك انا ما ديرو عمركم ما ديرو التقسيم تاع المرض تاع اونكا وين الدراهم تاع المرض، قالت لك من نهار اللي لاني قالت لك انا من دائما ننوي ندير تقسيم الدراهم تاع المرض نخليها بجهه، قالت لك من عند ربي الطبيب ما خرجش من عنده. يعني نصحتكم قالت لكم ما تعاودوش ديروا كاع الدراهم، ما تنوهاش للمرض، يعني خليها توفير وصايي. الدنيا يعني مفاجات وما تحسيش واش تجي، يعني دوك شويه راكم تشوفوا ديجا في الكومنتير تاعها قالت لك باللي ما تعاودوش كاع ديروا يعني دراهم المرض، خلوها توفير كيما نقول انايا. انا جامي ندير نبغي نقول كي نقول لك مرض، بصح ما نخصصلاش ميزانيه خاصه. لا حبيبتي انا نخلي كلشي مع بعضه، والدنيا يعني مفاجات. هذا هي المهم عندك كي نقولوا حنايا باش تحركي. ونتمنى لاخواتي دعموني بلي جام ويشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.